مساء الخير يا جماعة، أنا اسمي مصطفى علي، أنا السيلز مانجر بتاع أعمار مصر. النهاردة حابب أديكم انترودكشن سريع عن الكومباني هيستوري وورلد وايد وعن الخمسة ديفلوبمنتس اللي احنا بنعملهم في مصر. أول حاجة، الشركة از إماراتي ريل استيت جاينت. احنا نعتبر أكبر شركة ريل استيت برا outside of China، one of the biggest 20 corporates established in 1997، listed في دبي financial market. 30% من الشركة is owned by the government of Dubai. 105 ألف home buyers already to date، 56 ألف unit handed over، almost 9000 client في مصر، و 4.5 billion US dollars market capital بتاع عمار development. في مصر احنا بادئين من 2006، عندنا 5 developments. ال 5 developments مختلفين عن غيرهم ان هم fully integrated communities فيهم كل services. عندنا one of a kind project اسمه مراسي في الساحل الشمالي، ده في الخليج بتاع سيدي عبد الرحمن. عندنا ميفيدا في التجمع الخامس، كيلو ونص من الجامعة الأمريكية، أب تاون كايرو في قلب القاهرة، 5 minutes literally من أغلب الديستنيشنز في القاهرة. وفاينلي our newest two projects، عندنا كايرو جيت في الشيخ زايد وبلفي في نيو زايد. هنفرجكم على فيديو من الحقيقة للبروجكتس بتاعتنا كلها. ده البروجكت اللي هو اب تاون كايرو في قلب القاهره. البروجكت ده 1200 فدان، اتس فولي انتجريتد كوميونتي، عندنا سيجنتشر جولف كورس 18 هول. البروجكت ال 1200 فدان دول ليهم 3 برايفت انترنسز، اول انترنس من مصر الجديده ومدينه نصر، تاني انترنس من التجمع الخامس والطريق الدائري وطريق العين السخنه، تالت انترنس بيوصل دايركتلي على وسط البلد وسور مجرى العيون والمعادي الاوتوستراد. البروجكت اوريدي ديليفرد منه فوق ال 60%. الجولف كورس از اوريدي اندر كونستراكشن، اول تو هولز جاهزين، الكلب هاوس موجود. البروجكت اغلبه ستاند الون فيلاز دايركتلي اوفر لوكينج ذا جولف كورس. طبعا الحاجه اللي البروجكت يونيك بيها اكتر من اي حاجه تانية هو السيتي فيوز. البروجكت از اليفيتد 200 متر فوق سطح البحر واوفر لوكينج القاهره كلها. البروجكت الثاني هو مراسي في الساحل الشمالي في خليج سيدي عبد الرحمن، كيلو 124. الخليج ده يعتبر من احسن الشواطئ في الساحل الشمالي. بروجكت له 6.5 كيلو بيتش فرونت، منهم 3.5 كيلو جوه البي بتاع سيدي عبد الرحمن، وفي مراسي مارينا which is a replica من مارينا دبي. الفرق الوحيد ان هنا لو رايز انستد اوف هاي رايز، عندنا كوميرشال اوتليتس على البروموناد على طول. بروجكت اوريدي ماتيور وليفبل زي ما حضراتكم شايفين الصور، عندنا 8 كيلومترز اوف لاجونز ستريتشد ما بين الفيليجز، والجولف كورس برضو اوريدي كله ديليفرد. عندنا اوتيل العلمين which is a 5 star اوتيل، ده مبني من 1950 باي الملك فاروق، اكتر اوتيل قريب للبحر في الساحل، was fully renovated and managed by Vida starting 2019. عندنا دي ادرس جولف، ده اول براند ادرس في مصر، وده اوريدي بدا اوبريشن نص السنه اللي فاتت. ميفيدا از اور بروجكت في التجمع الخامس، الكومباوند دايركتلي على شارع التسعين، مساحته 890 فدان، اوريدي يعتبر ساكن وخلصان. عندنا 3 كلوب هاوسز مساحتهم 4 فدان، 2 انترناشونال سكولز، بزنس بارك اوريدي اوبريتنج، وفيلاز كلها اوفر لوكينج جريني وفالي. كايرو جيت اول بوتيك ديفلوبمنت اعمار بتعمله، بمعنى ان احنا يوجولي او عاده مساحتنا بتتراوح ما بين 900 فدان واكتر. ده اول مشروع يبقى 134 فدان،
في جزء تجاري بيسيرف او بيخدم المشروع كله، في عندنا جواه شقق فندقيه، فندق فيدا دي اعتقد من اول الشقق الفندقيه اللي هتبقى متسلمه في منطقه الشيخ زايد. المشروع فيه ريز اللي هو النادي الاجتماعي بتاعنا او الكلوب هاوس، مساحته تقريبا حوالي 4 فدان ونص، ده متاح طبعا لكل الملاك بتوع المشروع. الفيلات كلها متصممه ان هي تبقى على وديان خضره في النص، وتقدر بمنتهى السهوله انك توصل لقلب الشيخ زايد في خلال 5 دقائق، او توصل للطريق الصحراوي على طول من المخرج الرئيسي بتاع الكومباوند. بالفي هو اجدد مشروع لاعمار مصر في نيو زايد، وسط الدهشور كيلو ونص بالظبط نبقى موجودين عند المشروع. المشروع بالتحديد على تقاطع طريق الضبعه مع وسط الدهشور، مساحته 500 فدان، عندنا نادي رياضي مساحته 14 فدان، اول مره اعمار تبقى عامله نادي رياضي خاص بالمشروع، جامعه على مساحه 50 فدان، واول كونسبت نعمله في القاهره او فكره جديده ان احنا يبقى عندنا شقق على بحيره بشاطئ رملي اللي هي بيتش فيو ريزيدنس، وفيلات باصه على منطقه بحيرات. طبعا ايا كان المشروع اللي احنا بنقرر نشتري فيه، عمار بتقدم خدمه بروبرتي مانجمنت 24 ساعه من ابلكيشن على الموبايل، تقدر بمنتهى السهوله ان انت تريكورد فويس نوت تطلب بيها اي خدمه جوه البيت من الفاسيليتي مانجمنت، تبلغ ان في زائر جاي لك، تشوف البيمنتس والدفعات الاقساط عندك، نقدر نعمل اونلاين بيمنتس منه. تقريبا اي حاجه بنحتاجها جوه البيت من بعد الاستلام او قبل الاستلام بتتم من عن طريق الابلكيشن، متاح تحت ايدك 24 ساعه.